دقيقة على FM هذه سبورتيك، الحديث على منتخب الجزائر وملعب منتخب الجزائر الذي دائما يثير عديد الأقاويل وبوليميك كبيرة دائما في خص حالة الملعب. محمد ملعب نيلسون مونديلا لجمال بالماضي تشكى منه في عديد المناسبات، لكن مدرب بيتكوفيتش قال أنه نيلسون مونديلا يشبه السانسيرو نوعا ما. تصريح هذا أول ما جاء فلاديمير بيتكوفيتش. الملعب هذا هو تحفة الحقيقة، تقولش عليك عبد الستار تلعب في البوندسليغا الحقيقة، من الملعب جميل جدا، لكن الأرضية ديما فيها مشكل. كانت فما شركة فرنسية مكلفة بالسيانة، حاليا المكلف بالسيانة جزائري سمير عمامرة هو المكلف، وفي أواخر شهر فيفري ما كانش حاضر الملعب. ما توا نحن 21 مارس، ما نعرفش إذا تم تجاوز بعض المشاكل في أرضية الملعب أم لا، ومشكل يبقى صيانة الملعب هذا أبستر. مشكل أنه تحفة فنية كيف هذه معناها تعمل كل شيء، ولكن البلوز اللي باش تلعب فيها كرة القدم اللي هي الأصل في الملعب اللي تكون معناها. شفنا حتى جمال بن ماضي وتصريحه بعد المباراة في نوفمبر أمام ذولي الصومال حاجة هكا، كان غاضب يعني من أرضية الميدان، وقال له فريق الجزائري فريق يلعب لباس كورت، فريق يلعب لبوسيسيون ويلعب لجو كونستروي، وما لقاش روحه في بلاده في ملعب كيف هذا غير قادر انه يبني اللعب. اليوم الجزائر بالامكانيات اللي عندها غير قادره انها تكون تحط شركه نتاع صيانه على مستوى عالي. هذا راهو حقيقه عديد التساؤلات. اليوم اسكو مشكل في التربه نتاع الملعب هذايا اللي هي غير قادره انه الجازون ينبت فيها بالطريقه المطلوبه، ونعرفوا لهنا لكاليتي نتاع التراب كي تبدا معناها ريش انسير مينيرو، ولا كي تبدا فيها مشاكل نتاع عدوى نتاع دي حاجات يجيو في مرض في الـ في الـ في, الـ في التربه تعمل مشاكل. هنا ما نتصورش كما فماش دي اكسبيرتيز صاروا على الملعب وما عرفوش الدي وين. انا جو بريفير انه يلقاو حل جذري، حتى ولو كان الملعب هذا يتعاود البلوز من اول وجديد ويجي، وما نشوفه في العالم اجمع احنا في البرنابيو بلايك كامله تتنحى وتعاود تتحط وتركب يعني في وقت وجيز. لهنا راهو بيتكوفيتش شبه الملعب بسنسيرو، لكن كان يهبط على ارضيه الميدان تو يندم على التصريح هذاك، وما نعرفش انا كي شبه بسنسيرو صعيب ممكن تجاوز المشكل في وقت قياسي، معناها اقل من شهر 20 يوم راهو اقل من شهر. احنا شفنا عمليه الزراعه راهي في 40 يوم، لو يتزرع الملعب يحضر في 40 يوم ومع امكانيات متطوره معناها حتى كل نشوفوا لي زاباري اللي لامب هذوكم اللي يشعلوا ويدفيه ويعملوا توا الطقس بدا يسخن قادر انه الملعب عندنا صوره فيما يخص التجهيزات ولي زاباري اللي قادر انهم يتجاوز يستعملوا فيها ممكن لتجاوز المشاكل في ارضيه ملعب نيلسون مونديلا اللي جمال بالماضي دائما ما كان يتشكى من حاله الارضيه. هاكم لي زاباري دونك هذوكم هما هذوكم يعطيو السخانه للعشب باش يحسوه اللي هو في فتره معناها سخونه وكيكا يزيد ينمو العشب. دونك هذايا سي تران امبورطون كي تلقى توا احنا في رادس ما عندناش منهم هذوما مثلا اللي نعانيو فيه احنا رادس 40 يوم و50 يوم وما يطلعش لانه الغازون في فتره الشتاء صعيب لابوسي نتاعو. لهنا بلي زاباري هذوما قادر انك تعوضك الوقت هذاك نتاع تعوضه بلي زاباري. دونك احنا طبعا ما عندناش منهم اكيد ما عندناش منهم بلي ملاحظه صغيره حبيت نسوق على المترجم تاع بيتكوفيتش اللي يحضر معاه في الكونفرنس. رجعنا مازلنا على المترجم. لا انا حاب انا بلي حطوا مترجم به خاطر هو الراجل يحكي هو يعاود يجي يقول يعاود تقول واش قلت لي وهو يترجم كلمه وينسى. ما ريتش انا شكون كان ليه ترجم. مترجم ما انت معاه راجل كبير بيتكوفيتش يتكلم وهو المترجم يبدا يترجم المترجم يبدا يترجم مترجم يترجم كلمه ويسال بيتكوفيتش يقول له عاود لي شقلت مش نبر حتى على المترجم. شفت التوانسه نبر انت شفت المترجم ما سلمش منهم. يلا الارضيه والمشكل اللي ديما متواصل ان شاء الله غدوه في مباراه بوليفيا يكون الملعب في ابهى. شوف امين احنا حكينا فيه الموضوع والمشاكل اللي صارت من عام ناولي وخويا انا الاوان خويا بالمبش ما عادش نسمع المشاكل هذه ما عادش نسمع فيها سيرتو كي سيرتو بالاخص في ملاعب نتاع الجزائر واذا خذينا بعين الاعتبار الامكانيات نتاع الفاف وعلاقات نتاع رئيس الفاف والجوده نتاع اللاعبين والافكتيف نتاع الجزائر راهو ما يليقش بكم كل مره واحنا نحكيو على
مشكل في تيرا ومشكل في جازون ومشكل في كذا. ليكيب ناسيونال ما عندهاش وين تترينا. الجمعيه هذيك ماشيه متنقله ما نعرفش وين باش تلعب ماتش. والله خويا الامكانيات هذيك نتاع الفاف، وخاصه قلت لك علاقات رئيس الفاف اللي هو راه معين من طرف السلطه، تعرف معناها معين من طرف السلطه، يعني امكانيات الفاف لا تداخل سياسه في الرياضه محمد راه يولي لا لا لا, لا مو الرجل المناسب في المكان المناسب يا اخي. انا السلطه انا ادرى بمنفعه البلاد. قلت لك كي تبدا معين من طرف السلطه يعني امكانيات الفاف وان بلوس السلطة وراك نورمالمون ما نسمعوش بالامور هذه. منتخب الجزائر سيعاني من بعض الغيابات في وسط الميدان، عوار، بوداوي، واسماعيل بن ناصر لاعب الميلان، دونك ما نعرفوش كم شيكون قائد منتخب الجزائر غدوه في ظل غياب بن ناصر. فما خبر تحكي لي برشا، الحارس ليونارد عجون حارس مرمى روان من اصول جزائريه صنع الحدث هذا الموسم بقياده فريق روان حضر ربع نهائي كاس فرنسا وفاز بركلات ترجيح ضد لايس موناكو. فما صحافي سألوا قالوا قيت يستدعوك المنتخب الفرنسي، عنا صورة الحارس وئام أكيد باش تعدي هنا. قال لي أنا جزائري أتمنى أن يتم استدعائي لمنتخب الجزائر، سأقوم بكل شيء لأجل تحقيق ذلك. أكيد أول انتصارات رمضان، أول انتصارات رمضان. ليه هو يحب يلعب في جزائر الحارس ليونارد عجون يلعب في روان في فرنسا في فرنسا. إيه سيبيا أول انتصارات هذه شفت لابارتونونس واحد كيف وروح الانتماء عايش في فرنسا لا لا وعنده الجنسيه الجزائريين لا الجزائريين عندهم حب انتماء زيدان لعب مع فرنسا وكريم بنزيما مش جزائري زيدان زيدان فرنساوي فرنساوي كريم بنزيما هو جزائري لا فرنساوي كريم بنزيما وحتى كريم بنزيما حتى هذا فرنساوي حتى هذا فرنساوي يا محمد ويمشي ويجي على بجاي اكثر الناس عندهم انتماء لبلادهم هم الجزائريين هذه انا ناكدها خاطر عندي برشا اصحابي جزائريين والتاريخ ياكدها وبنزيما والتاريخ ياكدها لكن نتحكوا على حارس مرمى يا خويا راهو حارس المرمى ولات عملة نادرة خاصة في الوقت الحالي ويستحق المنتخب الجزائري طبعا وهو حارس مرمى لا خسرته حارس مرمى طويكة ولات عملة نادرة نحن في حارس حراسة المرمى بالنسبة للمنتخبات. شكرا لك محمد سليتي الوقت يدهمنا والمخرجة لك وفي الوقت شكرا لك عبد السلام. Un grand match demain et mardi en tout cas. Ça va tout bien.